الكائن المرعب والغريب. الجلاكيات أو مصاصات الحجر، المعروفة أيضاً بسمكة مصاصة الدماء أو الفامباير، هو مفترس طفيلي يمتلك 12 صفاً من الأسنان الحادة شبيهة بما تشاهده في أفلام الرعب والخيال، نقلاً بما قاله الباحثون بأنها سمكة قديمة قد عاشت لمدة 340 مليون سنة، ونجت من أربعة أحداث انقراضات رئيسية عبر مر العصور. تبدأ هذا الطفيلي بالتمسك بفريستها ويستخدم أسنانه الحادة الدائرية لخرق حراشي السمك، ثم يبدأون في شرب الدم والسوائل الجسدية في حال السمكة على قيد الحياة. مقدار النجاة لدى فريستها: واحدة من سبعة أسماك ستنجو من الموت. نعم، هذا هو مقدار النجاة لدى الأسماك. الجلاكيات أو مصاصات الحجر هي سمكة أصلية من الساحل الأطلسي شمال أمريكا، وهي متسللة وغازية للغاية، وكان لها تأثير سلبي هائل على بحيرات أمريكا عندما غزت على البحيرات والقضاء على الأسماك فيها. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي انفجرت أعداد الجلاكيات، حيث لم تكن هناك طريقة فعالة للتحكم على هذا الكائن، وأيضاً كان هناك نقص في وجود مفترسها الطبيعية. تم بذل الكثير من الجهد للسيطرة على عدد الجلاكيات، والأكثر فعالية هو اللامبريسيس، وهو مبيد كيميائي يقتل لارفا الجلاكيات دون أن يكون له تأثير على الأسماك والحياة البرية الأخرى. شكرا لكم للمشاهدة، وإلى اللقاء في دقيقة كون آخر.